بيفامي مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتشوفوا هذا هو المدخل ديال البحيره ديال ام عزه. فاش كتدخلوا كاينه واحد الدار هي في راس الجبل هنا. كاين هاد السيد هذا كتخليوه عنده اللي بالنسبه اللي عنده الطوموبيل كتخليه هو كتباركيوه عنده هنايا كيحضيوها. كما كتشوفوا الاخوه هذا المنظر كاين غير في نواحي مدينه الرباط، لكن للاسف اغلب الناس ما كيعرفوش المكان فين بالضبط، والاغلبيه كيمشيو بالويدان كيمشيو لسد الوحده كيمشيو خنيفره وما عارفينش بان راه هذا المنظر كاين غير في نواحي مدينه الرباط. ما تنساوش الاخوه ديروا جيم للفيديو وشاركوا في القناة، وما تنساوش كذلك تفعلوا الجرس باش توصلوا بالفيديوهات جديدة ان شاء الله فورا نشرها عبر قناتكم يعقوب المنصور اليوم.